السلام عليكم، مرحبا بكم هيا فيديو جديد على القناة. فكنتمنى تكونوا بخير وفي أحسن أحوالكم يا ربي. بالنسبة لفيديو اليوم جبت لكم فيه مجموعة من موديلات تاع الجلابة المغربية أنيقة وبلوينات غزال ما شاء الله، وكذلك الخليمة فهي غزالة ما شاء الله. فجميع الموديلات اللي جبت لكم في هذا الفيديو هذا فهم غزال ما شاء الله، فكنتمنى تكملوا لا فيديو حتى الاخر هكا باش تعرفوا على الجديد اللي كاين بالنسبه للجلابه المغربيه. وكما كتشوفوا هنا معايا، ما تدخلوش عليا بالضغط على زر اعجاب، وهنا كما كتشوفوا معايا شوفوا معايا الباتي فهي بالقميص ديالها، شوفوا الخديمه ديالها بالتنبات، هذا توب كريب وشوفوا معايا كذلك هاد الجلبادي اللي جاية بهاد اللوين غزال ما شاء الله. شوفوا معايا كذلك الخديمة كيف دايرها، شوفوا معايا الكميمات والخديمة هنا فوق الكتيفات كي دايرة، فهي غزالة ما شاء الله في الصالة كتبقى مخزنية. وهاد اللوين هذا كذلك كما كتشوفوه معايا فهو غزال ما شاء الله، وحتى نسخ ديال الألوان اللي هو غزال ما شاء الله، فهي الصراحة أنيقة تجيبة. وهذه كذلك شوفوها معايا فهي مختلفة على كاع دوك اللي شفنا من قبل، شوفوا مع التيل تنبات كيف داير والألوان ناسقين ما شاء الله سارها ما شاء الله. شوفوا معايا اللوينات اللي دخلات مع بعضياتهم فهما غزالين ما شاء الله، فهنا كتبقى صالة مخزنية وكيبقى توب كريب. هنا جلابة بالقميص ديالها نمشيو لهاد الجلابة هادا، فهو موديل كذلك مختلف على اللي شفناه من قبل. شوفوا معايا جلابة سامبل، يعني خياطة ديالها سامبل ما فيها لا زواق المعلم لا تنبات. شوفوا معايا هنايا اللوينات اللي ندمجوا مع بعضياتهم فهما غزالين ما شاء الله. الاهم في الجلابه اللي كيبان ليا انا بالنسبه ليا فهو اللوينات، يعني شنو هما الالوان اللي تقدري تناسقي مع اللون الاخر. شوفوا معايا هنا جميع الجلابات فهي موديلات رائعه وانيقه ومتميزه. كنتمنى تكملوا لا فيديو حتى الاخر، وكنتمنى ما تبخلوش عليا بالضغط على زر اعجاب،